انا كنتمي للفئه ديال العرضيين اللي خدمت في 1998، وكاين الاخوه اللي خدموا قبل مني في 1978 80، ومع ذلك كاين واحد الحيف انه احتساب سنوات العمل حسبوا لنا 2007. العرضين كانوا كيخدموا طيله السنه، بالنسبه للسنوات ساعات العمل ما كانش فرق بتاتا. الوظيفه التي يؤديها الاستاذ رسمي يؤديها العرضي، فقط العرضي انه بمجرد انتهاء السنه يجدد العقده في السنه المواليه. ديريه موظف ولكن مؤقت. نعم، حوالي 400 استاذ. نعم، هادو حاملي شهاده البكالوريا وما دونها. لا، داروا التخرج في المراكز تكوين المعلمين في كل في المديريات 2007. يعني نعم صحيح، نطالب الوزاره باحتساب سنوات العمل في التقاعد. في التقاعد نعم. شكرا. ونرفض رفضا باتا النظام الاساسي الذي لا يخدم كرامه وحريه وعداله الاستاذ، ونطالب الوزارة بإعادة النظر في هذا المشكل وجميع القرارات التي تتخذها حتى ترد الاعتبار وماء الوجه للأستاذ.